احلى اوقات حياتنا كنا بنقضيها كلاعبين يعني او كمدربين، كنا بنقضيها واحنا في الملعب عشان احنا موجودين في الملعب طبعا، ولكن عشان كل جمهور النادي الاهلي كان متواجد معانا في كل مكان. دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم وزي ما دايما وعدناكم كل حلقه هنكون مع الجمهور، هنروح في كل حته. قبل كده او من يومين عملنا تقرير مع دكتور ياسر من المكفوفين، ورحنا كمان لعم حربي كبير المشجعين. النهارده معانا تقرير رائع، عايز حضراتكم تتفرجوا على هذا التقرير، بيوري حضراتكم قد ايه النادي الاهلي بالنسبه للجميع. احمد من ذوي الاحتياجات الخاصه، قد ايه بيحب النادي الاهلي وقد ايه بيحب كل ما يخص النادي الاهلي. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مره ثانيه. من أنا صغير من 10 سنين مثلا كده، أهلي كلهم أهلاوية وطالعين، بابا الله يرحمه أهلاوي، أنا طالع أشجع النادي الأهلي من زمان، فخر طبعا وسعادة وانتصار في انتصار على طول يعني. منتصر كبيرة مثلا نهائي كام، انا رحت الاستاد ومتعة طبعا وفخر. كون بتاع القفشة اللي قطية ممكن سعادة طبعا، طبعا فرحان طبعا وسعيد. ماتش 9 من الخانيمي التقليدي بتاع نادي الزمالك طبعا، وفرحت يعني وسعيد وسعدت يعني. أكتر مكان أحب أتفرج فيه استاد مع اللعيبة عشان خاطر المتعة تانية خالص، غير التلفزيون أو الكافيه أو في البيت وكلام ده كله. أحب أوصل رسالة للنادي الأهلي طبعا، كيب البطولات في كل الألعاب زي الدوري والكاس وكاس العالم مش بعيد، ده أمنية مزيد ومزيد للقلعة الحمراء للنادي الأهلي. نفسي طبعا أقابل كابتن محمود الخطيب وأتصور معاه. أحد عشاق النادي الأهلي و أحد اللي بيحبوا النادي الأهلي من قلبه، أحمد عملنا معاه هذا التقرير، كلام طالع من القلب زي ما حضراتكم شايفين، عشان كده هنلاقيه واصل لكل قلوبنا. أحمد واحد من الشباب اللي بيحبوا النادي الأهلي، قد إيه هو عنده مشكلة في إن هو يتحرك وإن هو يجي وإن هو يروح، ولكن يظل دائما النادي الأهلي هو اللي في القلب، يظل دائما النادي الأهلي هو اللي بيحب يشوفه. يمكن الكلام بتاعه صعب، لكن زي ما حضراتكم شايفين انا قاصد ان احنا نعمل كده، لانه لازم الشباب دول يوصل كل كلمه ليهم لكل جمهور النادي الاهلي، وقد ايه حب النادي الاهلي في قلوب هؤلاء الشباب اللي دايما بنتعلم منهم المثابره، تحدي تعلم منهم دايما المثابره والتحدي، حاجه ذوي الهمم دول بالنسبه لنا. وان شاء الله انا هعمل مفاجاه قريب جدا لحضراتكم ان شاء الله، بس نخلصها وهعمل لحضراتكم مفاجأة إن شاء الله تعجب حضراتكم وتكون مفاجأة لطيفة كده، يعني نشرك معانا حد من ذوي الهمم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يكون موجود معانا في البرنامج، لأن عايزين نشوفهم، عايزين نسمعهم، عايزين نعرف قد إيه هم بيحبوا كرة القدم، وعايزين نعرف قد إيه هم بيعرفوا يحللوا في كرة القدم. كلام كتير جدا
عايزينهم معانا في البيت الكبير، عايزينهم دايما يكونوا موجودين معانا في البيت الكبير في بيتهم، لان ده مش البيت الكبير، النادي الاهلي هو البيت الكبير، لكن احنا مجرد ان احنا بناخد بس الاسم علشان نحتمي باسم النادي الاهلي ونقف مع النادي الاهلي، او يعني بنتمسح كده في اسم النادي الاهلي. فالحقيقه بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجرب كل حاجه ونشوف ونشرك معانا كل الجماهير بكل طوائف الجماهير ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. في حاجات كتيره جدا جدا هنوريها ومفاجآت جيده ان شاء الله ان شاء الله تعجب حضراتكم خلال الفتره القادمه.